الحلقة 56 في تفسير جزء عام تفسير سورة الكوثر. ما المناسبة بين هذه الصور الأربعة، الكوثر والكافرون والنصر وسورة المسد؟ تعالج هذه الصور مسائل كثيرة، أهمها قواعد التعامل مع الأعداء. القاعدة الأولى في سورة الكوثر: إن اتبعنا النبي فإننا منصورون وموعودون بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. وتعجيل هذا الخير وتأخيره حسب عبادتنا. القاعدة الثانية: لا تنازل عن الثوابت لا اليوم ولا الغد. القاعدة دي في سورة الكافرون. القاعدة الثالثة في سورة النصر: إن انتصرنا ازددنا استغفارا وتسبيحا ليتقبل الله منا عملنا. طيب سورة المسد القاعدة الرابعة والأخيرة: لا نصد عن سبيل الله تحت أي عذر، فإنها اللعنة، ولو كان الفاعل عم النبي وأغنى الناس وأجملهم ومتزوج من زعيم البلاد. لعنة اللي حاول يمنع الصد عن سبيل الله ويمنع ذكر الله تعالى. إن أعطيناك الكوثر يا محمد لك ومن اتبعك الكوثر في الدنيا، يعني كوثر أكثر الكثير، النسل والمال والاتباع والفتح، والكوثر في الآخرة نهر في الجنة. لا كما يقول الكفار لتظبيط المسلمين إن هو رجل المتربص به ريب المنون وتنتهي الدعوة، لا، يا محمد لك ومن تبعك الخير الكثير في الدنيا، في النسل والمال والأتباع والفتح، وفي الآخرة نهر في الجنة. والقاعدة أن خطاب النبي أن خطاب الله للنبي خطاب لمتبعيه إلا ما ورد عليه دليل باستثناء. طيب أنا عاوز الكوثر ده لربنا الدهولي، نقول له فصلي لربك وانحر. إذا أردت أن يعجل الخير الكثير فعليك بشرط، وهو الصلاة والصدقات لله وحده. فإن يبقى الفاء دي فاء فصيحة تدل على وجود جواب فعل شرط، جملة شرط محذوفة. إيه جملة شرط المحذوفة؟ إذا أردت أن يعجل الخير كثير فعليك فصلي ربك وانحر. خلاص، فصلي ربك وانحر ده الجواب. إن شانئك هو الأبتر وسيعاقب حينئذ من يبغضك، شانئك يعني مبغضك، بأن يكون الأبتر المنقطع النسل والمال والأتباع، بشرط نفذ الشرط اللي ده، وهتلاقي الخير الكتير وهتلاقي شانئك هو الأبتر. المستوى الثاني: مكان الآية دي مكية، نزلت بعد سورة العاديات، ترتيبها 108، عدد آياتها 3 آيات، عدد كلماتها 10 كلمات، عدد حروفها 42 حرف. كيف اختلف العلماء في سبب نزول وما الراجح؟ اختلف العلماء فقالوا نزلت في العاصي بن وائل السهمي، ورد ذلك عن ابن عباس، ونزلت في عقبة بن معيط، ورد ذلك عن شمر بن عطية، ونزلت في جماعة من قريش، ورد ذلك عن عكرمة. والطبري بيرجح إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض رسول الله هو الأقل والأذل المنقطع عاقبه، فذلك صفة كل من أبغضه وكل من أبغض سنته، وإن كانت الآية نزلت في شخص معين. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب لماذا فسرنا أن الكوثر بالخير الكثير في الدنيا والآخرة؟ ليه فسرناه؟ لسببين. السبب الأول سبب نزول سورة الكوثر. سبب نزولها أساسا أن الراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول دعوه إنه أبطر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فالكوثر ده معنى النسل الكثير، لأن هما بيقولوا الرسول ملوش نسل. فعندما أراد الكفار هزيمة المسلمين فجعلوا القلة والضعف وعدم الأبناء دليلا على أن الدين ليس بحق، ولو كان حقا لنشأ مع الغنى والقوة. فجات الصورة تقول لا، مش معنى أن في فقر وضعف يبقى معنى كده الدين، لا، ده إن شانئك هو الأبتر وإنت الأكتر. تاني حاجة، لأن تفسيرنا تفسير السلف، عن أبي بشر سألت سعيد بن جبير عن الكوثر قال الخير الكثير الذي أتاه الله، قلت له سعيد إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة، قال هو من الخير الكثير. وابن عباس قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، وسبها كده عامة ومجاهد كذلك.
طب لما لم يذكر اسم الكافر الذي عاير النبي ليعم جميع من اتصف بهذه الصفة؟ كل اللي عاير المسلمين بان هم ما عندهمش عدد وان عيالهم ما عندهمش عيال والكلام ده، كل دول فيهم نفس الوعيد. طب ما الدليل على تفسير فصل ربك وانحر بالصلاة والصدقة لله وحده؟ اولا في تقديم وتأخير يفيد التخصيص، ما قالش فصلي وانحل لربك، لا خلى الرب دي في المقدمة، يبقى ده يفيد التخصيص. تاني حاجة لان ده تفسير السلف، تفسير ابن جرير الطبري ومجاهد وكثير من العلماء. طيب ما الدليل على ان من معاني الكوثر النهر في الجنة؟ عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما ذات يوم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى غفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قالت أنزلت علي آنفا سورة فقرأ سورة الكوثر ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، ما أحدثت بعدك، ما أحدثت بعدك. يختلج يعني ينزع. ونهر الكوثر يخرج منه بزبان فيصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما، وسيأتي وصف دقيق للنهر والحوض إن شاء الله تعالى في مواطن أخرى في التفسير. طيب كيف تكون الصورة مكية وحديث أنس يقول أنزلت وهو صغير لم يشهد مشهد مكة؟ لأن الصورة نزلت أكثر من مرة. طيب كيف كثر نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحسن والحسين كانوا أهل إنجاب فأنجبوا أعداد كبيرة جدا. طب ما الدليل على ان ابناء الفاطمه من آل النبي؟ قال تعالى عن ابراهيم ومن ذريته داوود وسليمان، وقال الى قوله ويحيى وعيسى. وعيسى ما يقربش للنبي من عيسى، ليس له اب ولكن ابن بنت، فالقران قال ان عيسى من ذريه ابراهيم، برضه الحسن والحسين من ذريته من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عند المباهله قل تعالوا ناتي بابنائنا وابنائكم، رسول جاب الحسن والحسين وعلي وحطهم تحت الكسوة وكان هما بيباهل عليهم. طب ما الأحاديث الضعيفة في تفسير ابن كثير عن علي بن أبي طالب لما نزلت هذه الصورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيرة؟ قال أمرني بها ربي. قال ليست بنحيرة. دي كل ده ضعيف، كل ده أحاديث ايه ضعيف. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله لي ولكم.